السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير عينتدس. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بالرحمة. قبل الحصة تاعنا ماذا بكم ابونوا معنا في القناة تاع شوبير عينتدس، وبارطاجوا لنا الفيديو وعطونا الجيم ولي كومونتير، ونعاودوا نولوا نتكلموا على السعيد بالرحمه. هذا اللعاب اللي نتمنى له ان شاء الله السنه تكون الانطلاقه تاعو الحقيقيه ان شاء الله بربي، وراني نشوف يعني الانطلاقه تاعو السنه. العام اللي فات لعب من اجل التاقلم، السنه الانطلاقه تاعو ان شاء الله. وين وين بالرحمه وين قال الان حققت حلم والدي وانا جد سعيد. وين اكد الدولي الجزائري السعيد بالرحمه ان اختياره الرقم الجديد مع فريقه ويست هام يونايتد يعود لولده الراحل، واوضح بالرحمه في تصريح له عبر حساب ويست هام على تويتر قائلا: انه الرقم المفضل لوالدي، دائما كان يريدني ان احمل هذا الرقم. واضاف: لكنني لم احصل عليه من قبل لان هذا الرقم لم يكن متاح في كل مره، ووصل لهذا اريد ان اكرم والدي بارتداء هذا الرقم لانه يمكنني ان افعل ذلك في كل مره العب فيه. وكان بالرحمه متعلق جدا بولدي الذي توفي شهر جانفي الماضي، يعني وين شهر جانفي 2020، وخلد بالرحمه وفاه والده بطريقه خرافيه في اول مباراه له بعد جنازه عندما قاد فريقه السابق برينتفورد الى الفوز على حساب نادي هال سيتي بخمس اهداف لهدف، سجل منها ثلاثيه كامله. احتفل النجم الجزائري انذاك باهدافه بقميص كتب عليها عباره: احبك ابي باباه. هو الدالي ميرو تاع فاندو، يعني باباه من مدينه بلعباس، مدينه نفتخروا بها فانيك، مدينه اللي يقول لك قلب الدو للدو تبقى فاندو، يعني بالعباس تبقى بالعباس. وان شاء الله الحاجه اللي نتمناوها نادي تاع اتحاد بالعباس الاسلامي يعود للواجهه، وبركاو من هذوك رؤساء النوادي اللي يجوا بالعباس، بركاوكم يعني ما ديروا في حفلات وجمع الاموال ومؤسسه. رديتوا اتحاد بالعباس، رديتوها مؤسسة لجمع الأموال. ما تنساوش بارتاجوا الفيديو، أبونوا معنا.